وتوفيت لها 18 سنة. يا استاذ عمار، استاذ عمار، طيب مجال لابو عبد الملك، يعني كلكم تتكلمون، تفضل اخونا ابو عبد الملك. يا وعد النبي، انت في كل الاتصالات دائما تقاطعني وما تخليني اكمل مداخلتي. انت مكانك تدري انتظرت اكثر من 40 دقيقه، ثم لما تكلمت لم تعطيني اكثر من دقيقه. انت اكثر واحد يتواجد معانا على البرنامج ومكرم، تفضل مكرم. فجر وثواب، انت قاعد تدافع عن دينك، هذا كله جهاد. انا قلت لك اسمعني بدقيقه لو سمعت. انا اقول نعمه الله الجزائري قال في كتابه الانوار النعمانيه من علامات الناصب تقديم غير علي عليه في الخلافه وهم كفار انجاس باجماع علماء الاماميه. فانتم يا ولد الله في دينكم يا عمي اسوي لك انتقال، ما دي علاقه هذا الكلام يا انت المقصود انت الناقد نجس انا اباه لك انت نجس، واقسم بالله اباه لك انت نجس. كلام انت يقصدك انت وجماعتك ذول النواص. انا اتكلم مع وعد اللابي الرافضي، ما لك علاقه بالكلام، ما لك انت كلام، ما تتكلم انت، ما تتكلم، ما عندك شيء. جاوب بالموضوع يا رافضي، جاوب بالموضوع. يروح يفتر يحكون عليه بهذا، وجاب له روايه وجه وعماهم، والله انكم كفار. ما لك ايش عندك انت؟ شنك انت عندك؟ يعني انت فخان عندك دين انت مثلا، وتوحيد ونبي وصحابه، انت شنك انت بابا؟ اخي انت؟ اخي عمار، هذا 30 عاما هو على المنبر، شلون ما عندك اي منبر؟ هذا التلميذ وي حكمه العاني، وي حكمه العاني. ليه لك وقت يا دين يا بطل؟ روح العب بعيد يا ابو عبد الملك. يا شيخ 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 الفاضل ابو عبد الملك، تسمعني انت ليش بتخليني اتكلم؟ بس قول لي تسمعني. ما عندك شيء تتكلم. تكلم بالموضوع، يلا تكلم بالغدير، تكلم ايش عندك؟ فضل. نعمة الله الجزائري النجس، انت نجس، ابن نجس، انت نجس ناصبي. لا 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 تفضل يا شيخ ابو عبد الملك، تكلم لنا على الغدير، الله يبارك فيك، فت 5 دقائق على الغدير، تفضل. انا قلت لك يا وعد اللامي، انت لا يجوز لك ان تسمح لامثال هؤلاء يسبون ويشتمون. لا بالعكس انا ما اقبل، انا ما اقبل، لذلك قلت له ما يصير، انت مكرم حبيبنا. طيب. تفضل. انا اقول لك يا وعد اللامي، اذا كان مفهومكم لحديث الغدير كما أنتم تدعون وتزعمون، فهذا الكلام مخالف لقول علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه لم يفسر حديث الغدير كما أنتم تفسرون، فهل أنتم أعلم من علي بن أبي طالب؟ جواب، الجواب فسره. اسمع. علي بن أبي طالب، أعرف الجواب. علي بن أبي طالب، خلي أجابك أنا، اعطيني تفسير. لحظة، اعطيني تفسير. انت قلت ان عليا لم يفسروا كما تفسرون، اعطينا تفسير علي بن ابي طالب عليه السلام. تفضل، احنا ساكتين، اجيب كلينس مرة ثانية. تفضل. انا اقول لا تقول علي قال. شوف الان قلت انا اقول، انت قبل، انت مو قلت علي خالفكم وفسر الحديث الغدير، جيب تفسير علي بن ابي طالب عليه السلام للغدير، احنا ساكتين. يلا جيب يا وعد اللامي، تفسير علي بن ابي طالب جيبه، لو فهم أنه جيب التفسير طالب. جيبه إيه، شلون فهمه؟ جيبه اقرا الكتاب. شو اسم الكتاب؟ لماذا الامام احتج في الرحبه على اصحابه؟ يلا اذا هو ليس لم يفهموا بالفهم الصحيح. والله انا محضرها ابو كريم، محضرها يا رواف، يا رواف30 صحابي قاموا شهدوا انهم ظنوا ان هذا الخمس ليس من حق الامام علي، لان القران لم يذكر نص صريح ان لاحد غير النبي خمس غنائم. أما أخذوا الإمام علي، هو ظن أن هذا من اجتهاد الإمام علي، فحزن وأشكل عليه. لا تتقبل علي لحظة يا أخي، يا حسام،
ولك ذولا بس يحجون والله العظيم. لحظة أخونا أخونا أخواني، المشكلة اللي أنا فيها في هذا البرنامج، ليش بتخليني أتكلم يا بس لحظة، ما هو قاطعك سني، لك سني انت ايش قد ظالم. لا لا انا لا انا قطعت الاردني، الاردني هو اللي جاي واتكلم ورحت قطعت الاردني. لا هذا مو اردني، هذا عراقي، عراقي عايش بالماني. شوف حتى بالدول لك انت شنو ساكت يا حبيبي، انا الاردني ساكت، انا ساكت. لحظه اخواني لحظه، هذا العراقي يا اخي، يا اخي حسام، يا اخي حسام، لا حول ولا قوه الا بالله العلي. بابا انت مو تكلمت وقلت ان عليا خالفكم. لم انهي كلامي، انا لم اكمل. انا ما انا اريدك تنهي بس جيب لي قول علي بن ابي طالب كما زعمت انت. ليش الان قول؟ قول نعم نعم، قول علي بن ابي طالب يقول والله ما كانت لي في الخلافه رغبه ولا في الولايه ارغبه. فهل انت تكذب؟ كمل كمل، لا كمل كمل الناس، فسر لي كمل كمل الناس كلام علي ابن ابي طالب يا رافضي يا وعد اللامي. كمل الناس حبيبنا، كمل اقرا النص من البدايه. هل علي صدق في هذا ام كذب؟ كمل الناس حتى نفهم الناس. ايش بيك انت؟ ليش صار علي ابن ابي طالب في نهج البلاغه؟ والله بارك الله كيف فيصل، لي في الخلافه رغبه ولا في الولاية إربة. أي خلافة؟ لحظة 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 لحظة، مستعد تتناقش هذا الناس بكل هدوء؟ مستعد. وقال لا 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 لا، ما في وقالة، خلينا من النص الأول. خلينا يا ظالم يا ظالم يا ظالم، أنت مو جئت بنص يا سنة يا سنة، هو جاء بنص، نكمل النص الأول ونعبر على الثاني. هل أنا غلطان الآن؟ سنة سنة الجماعة، هل أنا غلطان؟ أقول له نكمل الأول، نتم البحث فيه ونعبر على الثاني ونعبر على الثالث ونعبر على الرابع. اسمعوا للأخير يا حق وعد، ما أنت دائما المقاطعة يا حق وعد. يعني سبحان الله لما نأتي إليكم بالدليل تمام، يعني أعطينا وقت عمالين نتكلم ونسبة تمام، يعني الإصابة في تمييز الصحابة قلب على ثمانية صفحة 63 نتحدث فيها عن مولد السيدة فاطمة والكل أجزم أنها قبل البعثة. هنقعد نغير ونقول لا 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 لا؟ طب أنا جبت لك الدليل بالصفحة والكتاب والاسم، الله المستعان. زين الأستاذ بيقول لك لحظة لا لحظة يا 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 أخ حسام، أنا أتركه للولد شيخ أتركه؟ وأنت الآن والله والله تحرجونه. أخونا أبو عبد الملك، أبو عبد الملك الآن أنت تقول أن الإمام علي عليه السلام قال في الخطبة، هل الخطبة التي هي ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة صح؟ أنا أقول أنت تريد مني أن أقرأ الكتاب كله؟ لا هي الخطبة نفسها، الخطبة ما أريد كلها الخطبة. أنت قلت لي أكمل الكلام، أنا لا أحفظ نهج البلاغة كله حتى أقرأه. لا أنت يا حبيبنا يا حبيبنا، أنت أنا لما أقول قال البخاري أمسك البخاري وأقرأ الرواية، أنت من أقرأ لك بالبخاري؟ البخاري للمسلمين وأنتم تكفرون البخاري. البخاري لم يقل بالله ذولا، يعني معقولة؟ شوف شلون عاملة، تكفرون تقولون مجوسي فارسي مجوسي أنتم، انا شاني بالله هذا شلون يراد لهم صبر يا جماعه. البخاري امام من ائمه المسلمين رحمه الله، ولكن انتم مو تقولون فرس مجوس، انتم تقولون فرس مجوس. المجوس الذين لم يعتنقوا الاسلام، اما المجوس الذين هاي صلاه الجمعه ويوميه يصلون ويوميه يصومون اسرائيل واشهد ان لا اله الا الله، هذول امام المسلمين. والبخاري نعمه، المجوسي فارسي صار موحد، وهذول كفار. هو يعني شو ما انا ما اعرف شلون تقيسون اي مقياس. طيب الان شوفوا اخواني، بغض النظر عن عمن رويت هذه الخطبه وساتي بالتحقيق لاحقا، اسمعوا اخواني، يقول هذا الكلام اللي قطع المكرم ابو 30 سنه على المنبر، 30 سنة على المنبر، 30 سنة من الكذب، 30 سنة يدجلون عليكم وانت ظالم طاطع رأسك للأسف لأمثال هؤلاء. هو يكلم طلحة والزبير لكن هو ما يقرأ، يقرأ
كلمتين ويقطع يقول لقد نقمتما يسيرا، يعني هؤلاء نقما على علي بن أبي طالب عليه السلام. تقبل ولا ترفض؟ هاي بالبداية تقبل ولا ترفض؟ أقبل وأرفض ماذا؟ أن طلحة والزبير ممن نقما على علي بن أبي طالب عليه السلام. من قال لك أن طلحة والزبير رضي الله عنهما؟ لا حد، أنت شلون تكذب وهي بنفس السطر ولك بنفس السطر اللي أنت تقرأ لك يعني هذول لك شنو ذولا من بشر والله بعد؟ أنت مو جبت الرواية عندكم ها؟ شنو؟ لا الكتاب، الكتاب الكتاب عندكم معتبر، لأن لأن كلام المذكور في نهج البلاغة ليس من كلام. طب ليش تقول لا إله غير جيب إلا الله؟ ليش أنت ظالم؟ من تقرأ ربع السطر والباقي السطر ليش بتكمله؟ مثل هذا الذي يقول لا إله يكفر، يا بدخل أكمل إلا الله، حتى بين لك إنه هاي 30 عام مالتك كلها بوش، كلها بوش. انتظر، هما نقم نقم يسيرا لأنهما تأخر في بيعة الإمام علي، لأنهم كانوا يريدون القصاص من قتلة عثمان. الموضوع ليس فيه أي إشكال، وهو مفسرها أي غضبتما ليسير وأخرتما مما يرضيكما كثيرا لم تنظروا إليه، أي أنهما لم يعقدا البيعة للإمام علي، أنهما كان يريدون القصص أولا لقتلة عثمان. تقبل؟ لا لحظة، خلي أناقشك على هذا البسيط. لحظة، الآن طلحة والزبير نقما على علي بن أبي، قبل أن يبايعاه ولا بعد أن يبايعاه؟ هما غضب في البداية ولم يبايعاه، غضب في البداية ولم يبايعه، ولكنهم يعني لحظة اصبر، يعني طلحة والزبير بايع علي بن أبي طالب وبعدين نكث البيعة ولا أول لا شيء؟ لا لم يبيع، لم تأخر في البيعة ثم بايعه. لا لا، ابن حجر يقول بايع وذهب المصنع، ابن حجر يقول بسنة صحيح. أنا أقول أنا أشرح، أنا أشرح كتاب. ولك إيش تشرح أنت؟ ما أدري ليش يشرحون هذا الكلام. بايع ونكث. بايع ابن حجر هو اساسا سيدنا النبي قال لو تقاتل الناكثين والقانتين، يعني يعني ذول احنا شنو نربيهم؟ قول دار دار دور دور حسام حسام وقع بالتنور نور، يعني شنو ابتليت انا بلوي؟ قبل قليل انا كنت استمع من بعيد، قالوا ان خالد بن الوليد هو الذي فتح اليمن وعلي بن أبي طالب عليه السلام لم يفتح اليمن، قالوا هذا الكلام والكل سمعوا. أبو عائشة كذب علينا وراح. لا لا ما يا أخ عمار، ليش تتهم الرجل؟ مو موجود أبو عائشة. قلت له بوجهة، قلت له بوجهة والله حجي يا أخي، مو ما يصير يعني، هو من أدبي شهور يا أخ عمار، أنت ظالم، من أدبي أنه ما يفتح الميكروفون احتراما للمتكلم، وانت لازق ابو عاش. ابو عاش شنو قضيتك؟ ما تقول لي عداوة تويا صديقي. انا ابو عاش صديقي مناصبي بس مؤدب، مو مثل هذا ابو عبد الملك. لا اداب، لا سيدنا خلي يرد عليك، ما بقى عندي وقت. سيدنا خلي يرد عليك ابو عاش النووي، تفضل. خلي تفضل ابو عاش، تفضل ابو عاش النووي. صدقوني هاي كانت ما تصير بابو عاشة، من جاب معاوية انضرب أبرة خطية سمو، هذا مرحلة الرضاعة يا أبو يا جماعة، انضرب أبرة، من جاب معاوية ضربوا أبرة، ما ادري رضع بي يعني، ما اسمحوا له بفترة رضاعة، النساء ياخذن 9 أشهر عطلة. يا أخي أبو كريم، أبو كريم هو جاء معاوية مثل الواحد انضرب أبرة صار بيصفنه، كان اول ما اقول ابو عاش يفز، وهذا هذا لا الله ما اشبع الله بطنه، هذا يرضع بي صبح وليل. معاويه انت موجود ولا مو موجود؟ لا اله الا الله، للتنزيل يا اخوه، بس للتنزيل يا حقه. يا اخي منو ينزله؟ منو ينزل حسام اخواني؟ هذا ابو كريم، هذا ابو كريم، من بدنا نحاكي شو نسوي؟ ايدي اصلا مو على ولا هاي، ما نزلتك، ما نزلك ابو كريم، اما منزله هذا يمكن عمار من المانيا. كان هذا البث رافضي بينزلش، بينزلش ولا يكتم، البث الناصبي هو اللي بينزل وبيكتم ويجحف حقك. يا اخوان لا احد يكتب ابو هاشم ولا يكتم، يحضر من البث، اي واحد يكتب ابو هاشم يحضر من البث، هذا تنبيه انا نبهته بالكتابه وحنبه عليه بالصوت.
أي واحد يسيء بالأسماء سوف يحضر من البث. يا أخي عسام، هذا الرجل مستفسر، والمستفسر يأخذ اللي يريده، يعني أنا مو مجاملة، مستفسر تاج فوق راسي، أنت محترم لك. المستفسر هو أبو البث، هو أبو البث، المستفسر هو أبو البث. وما أخذت وقت كثير أنا، وما قاطع كثير، أنا ما بحكي أصلاً. طيب تفضل حسام. طيب دعوني والتمس وغيري يا حق وعد، ايش اسوي فيها؟ هذه مو ثابته. قالها الامام علي عندك؟ هذه مو ثابته. مو ثابته. طيب. اعطيك حسام مثلها، اعطيك مثلها حسام صحيح مسلم. مين اللي ضعفها عندك يا حق وعد؟ مين ضعفها؟ او زين جيب لي السنه. اولا هي الروايه مرويه من تاريخ الطبري عن سيف بن احسنت حج سيف ابن عمر، التستري في باج الصباغه ضعفه، وانا ظهرت هذا الكلام سابقا. تستري عنده كتاب هذا موجود، شوفه اسمه باج هذا شوفه. والله لله يدركم يا شيعة، شوفه لله يدركم يا شيعة، والله حق لكم ان تفخروا. شوف هذا الكتاب، شوف هذا الكتاب، هذا 23 مجلد هذا الكتاب، وأنا شايل هذا الكتاب من بغداد إلى مطار بغداد وحملته بالطيارة وجبته. شوف هاي مكتبة الآن عندي تقريب 4-5 طن، كلها حملتها جنطة جنطة، والله العظيم هاي لحيتي شابت إلى أن جمعت هذه المكتبة، وإن شاء الله عندي عندي بعد 30 كيلو. ايه شيعة عمار، شيعة بريطانيا في السحر. طيب حسام، دليل الى الان انت قلت ضعفها الدستوري وسودي كتاب، لا شفنا صفحه ولا شفنا شيء ولا يعني نسلم، خلاص سلمنا حلوة. تريد اراويك؟ تريد اراويك؟ طبعا. الله، ما هو مش الحجه بالدليل يا حاج وعد ولا ايه؟ دلل 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 حسام، بس كده عشان نشوف مين ضعف. عجيب وقت اللي طلعها، ممكن اقرا كلامي معالي منهج هذا في الولايه مالته يقول على فهم. لا هاي موجوده. لا لا لا، خطبه الامام علي يتكلم عن الغدير خم وكيف نصبه في النهج البلاغه، هو يقول هذا فهم علي بن ابي طالب. خليه على باكر، خليه على باكر. نعم ان شاء الله. هذا كتاب، هذا كتاب، صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. انا اريد من الاخوان الشيعة يشوفون اخوتهم في هذا البرنامج كيف يحققون. الاخوان الشيعة، يا شيعة شوفوا، بس راح اخذ الكاميرا اذا ممكن اخذ الكاميرا بعد اذنكم. اخواني هذا كتاب امامكم على الشاشه، حرسكم الله، خل اضعه للاخوه على الشاشه هنا عشان نشوفه ايضا يا حاج. ان شاء الله ان شاء الله بالخدمه. بالخدمه بالخدمه. هذا كتاب، شوف باج الصباغة في شرح نهج البلاغة، يقول في الخطبة التي هي هذه، شوف دعوني والتمسوا غيري، شوف الآن. أيوة بس لحظة زين، يا ريت تكبر تكبر نفسك بس. شوف بعد أن ذكر الخطبة، ذكر الخطبة، إن شاء الله الآن أضع صورتي أم أيضا حتى تشوفني. أقول الأصل في العنوان رواية سيف التي عرفت في رقم 24. زين، إذا الآن هو قال أنها رواية سيف التي ذكرها في 24. شنو الرواية؟ الرواية هذا كتاب تاريخ الطبري، شوف تاريخ الطبري المتوفى في الجزء الرابع اللي ذكرها، شوف هنا كتب وكتب إلي السري شعيب عن سيف اللي هو ضعيف، ثم ذكر بعد أن تمشي، ذكر هذا كل تحقيق خادمكم، بعد أن تمشي قال هنا إنا مستقبلون، قال كتب السري طلحة والزبير، شوف غدا علي نبايعك معروف إيش كذا كذا كذا، تركتموني طلحة والزبير إلى أن وصل إلى أهل الكوفة وازدادوا غيظا إلى أن قال دعوني والتمس، خل أسوي لك إياها أصفر، شوف دعوني والتمس غيري، هاي اللي أنت شفتها يا أخونا حسام.
معك متابع وحكي. هذا هو التحقيق، انسان هادئ علمي يتحقق. هذا جبت لك هي منقوله من هذا ومنقوله وعلماءنا قالوا هذا ما منقوله. انا بقول لك وين اعترض عليها يا حاج وعد. حاج وعد انت بتقول لنا الكلام جاي منين والراجل ما اعترض على الكلام يا حاج وعد؟ يعني هو انا اقبل بالكلام اللي انت بتقوله بالله عليك حسام؟ لا تاخذك بره ما حصل لك. لا من اعترض، اعترض وقال الاصل في العنوان روايه سيف الذي قد عرفت من فصل عثمان إن روايته كذب وافتعال. هذا تفضل. الأصل في العنوان رواية سيف الذي قد عرفت في 24 من فصل عثمان إن رواياته كذب وافتعال. يلا هات لي كذب وافتعال، لا تقول ما ضعفها. طيب اخواني انا اعتقد اشكر حجي 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 قبل ما يروح حسام الله يوفقك. ثواني تفضل. شوف 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 هاي روايتك مال ولاده السيده زهراء عندك نفس هذه الروايه بصحيح مسلم بالصحيح مال معاويه ابو سفيان يقول الرسول ازوجك ام حبيبه واجعل معاويه كاتب بين يديك، والرسول يتزوج ام حبيبه بالنهر حتى النووي داخل قام عياض حتى بن حزم قال هذا وهم. هذا من الروايات اللي ضعفوها بسبب السيره بسيره التاريخ بالتاريخ. اخر مداخله الاخ كرار بكره نناقشه بكره نناقشه يا حسام بكره. انت تعبت حسام والله تعبت بكره عندنا تتعب يا حاج وعد. الله يحفظك اخونا حسام الله يحفظك اخونا كرار خليها على بكره ان شاء الله لان انا جدا. لا بس سؤال بريء سؤال بريء نختم فيه بكره ان شاء الله بجابوا الاخوه ان شاء الله. تفضل. انا عتبي على مين؟ على الحسين عليه السلام. ليش يعني اذا هم على منظورهم هم كسنة ليش نزل عمر بن الخطاب من المنبر إن كان علي ليس أولى بالخلافة؟ ولماذا الحسين عليه السلام يعني صرخ في وجه عمر وقال له انزل عن منبر أبي؟ سنت ماشي. أبي هنا تعود على مين يا أستاذ؟ تعود على مين؟ على رسول الله أم على أباه على علي بن أبي طالب؟ طب اسمع 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 الرواية. باب احتجاج الحسين عليه السلام على عمر من كتاب الاحتجاج. روي أن عمر بن الخطاب كان يخاطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. شيعي ولا سني يا أستاذ؟ طب اسمع اسمع شيعي ولا سني الكتاب بعد إذنك؟ اسمع هذاك الشيعي خذ السني خذ السني يا حبيبي خذ السني يا حبيبي استنى شوية استنى شوية اسم الكتاب يا أستاذ اسم الكتاب بعد إذنك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين حدثني الحسين بن علي قال أتيت عمر وهو يخطب على المنبر فصعدت إليه فقلت انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، فقال عمر لم يكن لأبي منبر، وأخذني فأجلسني معه أقلب حصى بيدي، فلما نزل انطلق بي إلى منزله. إلى آخر الرواية. الله يبارك. موجودة عندك في كتبك وموجودة عندي في كتبي. طيب بس أريد أقول ادعوا للأخ عدنان يوسف تبرع ب10 يورو وادعوا لي